السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، ترتيب الهدافين بعد يعني تقدر تقول لا إله إلا الله. اليوم يا جماعة كان عندنا 7 مباريات تم تأجيل 6 منهم، يعني الدنيا بتتدهور بطريقة يعني ربنا يستر بصراحة على الأيام اللي جاية. تم تأجيل مباراة مانشستر يونايتد أمام برايتون، وتأجيل مباراة أستون فيلا أمام بيرنلي، وده اليوم بقى أستون فيلا أمام بيرنلي ده. ساوثامبتون امام برنتفورد اتأجلت، واتفورد امام كريستال بالاس اتأجلت، وستام يونايتد اتأجلت امام نورتش سيتي. اليوم ليدز يونايتد خسرت من ارسنال 1-4، واحرز هدف ليدز يونايتد رافينها من ضربة جزاء في الدقيقة 75، اهداف ارسنال مارتينيلي في الدقيقة 16 وفي الدقيقة 28، ايضا بوكايو ساكا في الدقيقة 42، وسميث روي في الدقيقة 84. يوم ما ربنا ينفخ في صورة ارسنال الدوري هيقف، يعني لا اله الا الله حرفيا. يعني متابعينا الكرام، بكره باذن الله تعالى تم تاجيل ايفرتون امام ليستر سيتي، يعني كده تاجل 6 ماتشات بالتمام والكمال من اصل 10 ماتشات، 4 بس اللي هيتلعبوا في الجوله 18. نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي توقع على هذه المباراه، وولفرهامبتون امام تشيلسي توقع على هذه المباراه غدا، وتوتنهام امام ليفربول والله اعلم ايه اللي هيتلغي بكره. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الانجليزي وترتيب الهدافين بعد مباراه ارسنال وليدز يونايتد اليوم. وطبعا الكرام متصدر ترتيب فرق الدوري الانجليزي الممتاز، في المركز الاول مانشستر سيتي ب 41 نقطه، ليفربول في المركز الثاني ب 40 نقطه، تشيلسي المركز الثالث ب 37 نقطه، ارسنال المركز الرابع ب 32 نقطه، ويست هام يونايتد المركز الخامس ب 28 نقطه، مانشستر يونايتد المركز السادس ب 27 نقطه من 16 مباراه، توتنهام في المركز السابع ب 25 نقطه من 14 مباراه، ولفرهامبتون المركز الثامن ب 24 نقطه، ليستر سيتي المركز التاسع ب 22 نقطه من 16 مباراه، استون فيلا المركز العاشر ب 22 نقطة، كريستال بالاس المركز الحادي عشر ب 20 نقطة، برنتفورد المركز الثاني عشر ب 20 نقطة من 16 مباراة، برايتون المركز الثالث عشر ب 20 نقطة من 16 مباراة، ايفرتون المركز الرابع عشر ب 19 نقطة، ساوثهامبتون المركز الخامس عشر ب 17 نقطة، ليدز يونايتد المركز السادس عشر ب 16 نقطة، واتفورد المركز السابع عشر ب 13 نقطة من 16 مباراة، بيرنلي في المركز الثامن عشر ب 11 نقطة من 15 مباراة، نيوكاسل يونايتد على المركز التاسع عشر ب 10 نقاط، ونورتش سيتي المركز العشرين الأخير ب 10 نقاط. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متصدر الهدافين النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ب 15 هدف، المركز الثاني جوتا لاعب ليفربول ب 9 أهداف، والمركز الثاني أيضا جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، وفي المركز الثالث رافينها لاعب ليدز يونايتد ب 8 أهداف، المركز الرابع برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي ب 7 أهداف، وكريستيانو رونالدو الدول لاعب مانشستر يونايتد، وإيمانويل لاعب واتفورد أيضا عنده 7 أهداف، وسميث روي لاعب أرسنال، وماسون ماونت لاعب تشيلسي، وساديو ماني لاعب ليفربول، والمركز الخامس كونور لاعب كريستال بالاس ب 6 أهداف، وولسي لاعب نيوكاسل، وسون لاعب توتنهام، وميكيل أنتون لاعب وست هام، ونيال موبي لاعب برايتون. متابعينا الكرام خلينا نتعرف على ترتيب صناعة الأهداف. متصدر صناعة الأهداف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في المركز الأول صنع 9 أهداف، المركز الثاني بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد صنع 7 أهداف، وترند الكسندر ارنولد لاعب ليفربول، وغابرييل خصوص المركز الثالث لاعب مانشستر سيتي صنع 6 أهداف، ومركز رابع مانو لاعب واتفورد صنع 5 أهداف، وكوفازيتش لاعب تشيلسي، وريس جيمس لاعب تشيلسي. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو، توقع نتيجة المباراة. انا معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.